بعيد. تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط. احنا كل شغلنا مظبوط. هطل طلع البضاعة الأول. وماله طل؟ بس سلم تستلم مش تعرف. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. أطمن وماله؟ ما ضرش. والله زماني غريب. خير خير. أصلي. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. حكومة! خيانة يا خميس! الفلوس البضاعة راحت! عملتها يا ابن النوح! لازم تهرب يا خميس، الحكومة طبت. أقول لك امشي. مع كلام يا خي روح لأمي. امشي. هتموت يا غريبة. امشي. يلا. رصاصك خلص يبقى هتموت. غريب! لا 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 غريب! غريب! امشي يا حميد! سلاح! لا لا ثم ان اهل المجنى عليه ما اتهموش خميس ابو سنه بقتل ابنهم، بل على العكس كل اقوالهم لصالح موكلي، سيما وان الشهود وتحريات المباحث افادت ان موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. اما بالنسبه للتهمه الاخرى والخاصه بالاتجار بالمواد المخدره، فالمعمل الجنائي قد افاد بسلبيه جميع العينات المضبوطه، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعادة الرئيس. وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. جماعة!
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المداولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك يا كبير. هو حمى خير، ما تخليهاش تيجي تزورنا. ما تقلقش يا ابو جمعه، هيعدوا اهو. روح يا عم. على السلامه يا حبيبي. ريحيني وروح يا عم. على السلامه يا رب. على السلامه. على الله، ده الرجالة كلها هنا وربطة المعلم. رجالة المعلم دهان البران يا معلمي. كل عمره صاحب واجب ما تفوتوش فوتة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. جد؟ طول عمرك وادي أصول يا معلم دهان. تسلم يا معلم أبو سنة، ده يوم عيد ولازم كلتنا نفرح ونجاور الأحبة. يا مرحب، تفضلوا. تفضل. يا مرحب بالمعلمين، كراسي هنا يا ابني للمعلمين. يا مرحب يا مرحب. اتفضل يا معلم. هنبص بس على الرجاله يا معلم. يلا روح. يا مرحب يا مرحب. شايبه حليب منه فيه واحلى حجر معسل. لانه مزاج ده، ده كوارع. مزاج الخير يا معلم، الحته كلها بتضربه. بل شرباط يا كوارع واسقي الحته كلها. انا يا سيد المعلمين. تعيش يا شلوفه، نجملك في الافراح ان شاء الله. الحته كلها لازم تفرح يا معلم، احنا هيجينا عزم نفندينا سقع شرباط يا كوارع. كلفت نفسك يا معلم دهان، ما كانش له لازمه التعب ده كله. بتقوليها يا معلم ابو سنه، الود ود الكل يجي ويبارك ويهني افندينا. ليه في كل بيت عربون محبه وفدان جمال. الدنيا من غيره خراب يا معلم ابو سنة. ايوه على قولك يا معلم، كانت ايام عجاف، لا تبل ريق ولا تريح بدن. الله لا يعود ايام. النار ما تحرقش مؤمن يا معلم ابو سنة، وهو العدل بان وقال كلمته وافندينا خارج للكل. الحمد لله كله تمام يا معلمي، والرجاله مستعده. اه واللي هناك جاهزين وفي عرض الشرى منك يا معلم. تعال، عايزه اول ما يطل يلاقي الفرحة والبهجة مزوقة المنطقة كلها. عايزه يلاقي الفرحة بترقص قدام كل بيت. عايزه يشوف النور بيلعلط على مدد الشوف. النور اللي اتحرم منه في سنين الظلم اللي عاشها بعيد عننا. هاتها جمايل يا رب. من الهباب اللي بيضربوه بره دوت يطير لك نافوخك. ما انت شايفه عاملين ازاي؟ فرحانين يا اما، ده خميس اغلى رجاله الحته. لا خميس ولا جمعه يا حبيبتي، مالناش فيه، خلينا كده في حالنا ومتدارين كان بالحيطه. اهو ده اللي باخده منك، على طول كده متلبشه ودمك هربان. على ايه كل ده؟ على ايه كل ده يا نن عين امك؟ يا بنتي يا حبيبتي، احنا ولايه، والراجل اللي احنا مسنودين عليه مش حمل صوت طلقه من اللي بيضربوا بره. اللي زي حالتنا لازم يقفل بقه على لقمته ويكن في حته يتدرى فيها. انا اتاخرت على المعهد، يا دوبك اتص وشي. فوتنا. نعم يام، لسه في موشح منسي؟ الموشح ده يا حبيبه قلبي عشان تحطي عقلك في راسك، لا هو عايزه ولا تخاريف. هو انا بس عملت ايه لكل ده؟ جرايه يا بنت، انت فاكراني نايمه على وداني ولا مغميه عينيا؟ وحتى لو ده حصل هتروحي فين يا حسره؟ ده كلهم كم متر عمي نافدين على بعض، واللي متغطي بحيطان عريان. عايزه تقولي ايه بس ياما؟ صوره المحروس اللي انت مخبياها في دلابك عشان محدش يشوفها، ولا لكم هدمه جابهم لك زمان وصغروا عليكي وكل شويه تطلعيهم تشم فيهم زي الافلام؟ كل ده ملوش عوزه، دي حاجه تودي المورستان. انا مش فاهم
هو سحرك ولا قاري عليك يا بنت؟ ده ما خش الهباب اللي هو فيه، ما كانش ضفيرك اتحلت ولا كان عودك اتصاب. حصل ده كله امتى وازاي وليه؟ مكتوب يا ماما، وده بقى اللي ملناش يد فيه. يا رب يا رب استرها علينا ولا تفضحناش لك لحبيبك النبي. انت يا بيه، انت يا بيه اللي نايم ولا في دماغك كل اللي بيحصل لي؟ يا باشا يا بتاع الحق والعدل، قوم اصحى بقى قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، ما هو انا العفريت اللي جايبه لك الست الهانم البلسم اللي قاعده بره دي بس علشان تشلني وتنقطني وتخليني اشد في شعري ليل نهار لحد ما هنحب. صباحنا وصباح الملك لله. يلا اديني بقى بالطريحه بتاعتك انت كمان، ما انا اصلي ناقصاك. جرى يا بشاير بريحه البصل الملك على الصبح فيه جرني خلاص، ما بقيتش قادر استحمل. هو انت ايه يا اخي، متجوزني تخليص حق ولا حد مصلتك انت وامك لحد ما تجيبوا عجلي؟ يا رب. بتقول ايه؟ بقول يا رب صبرني. الصبر ذات نفسه لو عاشر الست الوالده اللي قاعده بره دي مش هيستحمل. انا حاليها منها ولا من ابنها؟ يا بشاير كفايه بقى، مش كل يوم بنصحى على الموالده. انا خلاص اتخنقت وطيقت وما عدتش طايق، خلاص اتخنقت يا بشاير اتخنقت. طب انا عندي لك حل كويس قوي هيريحنا احنا الاثنين. انا همضي لك ورق على بياض واتنازل لك عن كل حقوقي، بس اعتقوني بقى الوجه الله يا اخي. خلاص امضي الورقه وحطها في الدولاب، اكيد هنحتاج لها. غيروها تاني؟ لا برروها تاني، الحكومه بره عني. يا نهار اسود، وانا عندي كمان شغل مهم. شغل مهم ايه؟ بقول لك الحكومه هنا هيسمعوا البنسون وياخدوا البنات. كله اثبت مكانه. يا لهوي، بقول لك هيسمعوا البنات وياخدوا البنسون. الحالات دي جاري وسط جدعانه. الحاله دي بيبقى جدعانه كلها. طيحني يا بطل، تعالى هنا. ما انا همشي قدامك، انا همشي وراك، انا اكيد قدامك. الو الو الو، محدش بيرد ليه؟ الو. ايه شو؟ ايه يا سيد الناس؟ مين اللي رفع السماعه؟ لا دي البت كرامه. وهي ترد ليه؟ انا عارفه حلاوه تروح بقى. انت موبايلك فين؟ موبايلي ماله يا اخوي، ده انا حطاه في صدري فاصل شحن، احطه صدري تاني علشان يرجع يشحن. حطيته. وحشتيني يا راجل بطل، ده انت لسه نازل، لحقت وحشك. انت ايه، ما بتفوتش فرصه؟ طب قولي وصلتوا فين؟ انا في القسم، بيقولوا هيخرجوه من هنا، خليني مستني المحامي، معرفش تاخر ليه. سيبك انت بس من المحامي وخليك معايا انا هنا. وحشتك زي انت ما وحشتيني.
طب تيجي نوزن نشوف مين وحش تاني اكتر. يا راجل مش وقته. تيجوا بالسلامة، مستنياك على نار يا روحي. استنى. ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. سلم على سلم على لما جبني وسلم على لما انت البعيده لا مؤاخذه يعني في اللي هقوله، عارفه انك خرصه يا اختي. ما تبصليش قوي كده، هو انا بعيب على خلقه ربنا؟ بتاخدي ليلك في سنانك ليه اول ما المدعوق ده يرن وتقفشيلي في السماعه؟ ها عايزه تطمني على اسم النبي حرصه؟ عذراكي صراحه سنين ياما قاعده مستنيه، وده خطر خطر علشان اللي في سنك. مش فاهمه والنعمه ما فاهمه. هبعت لك الكتالوج بتاعك تفهميها وتقولي. شربيه انت يا وليه يا شربيه. نعم يا شوق يا بنتي، زي ما انت شايفه ايديا مشغوله ورايا شغل متلتل في المطبخ. طز اتفضلي شوفي الهبابه دي. قصدك ست الكرامه عايزه ايه وبقولي لي؟ انت هتجننيني يا بنتي، ما انت فاهماها، هو جديد عليكي. ماليش مزاج افهم النهارده، بطلت افهم النهارده، ترجميلي. امر لله. خير يا كرامه يا بنتي، في ايه يا حبيبتي؟ عايزه تعرف هما جايين امتى. راحوا يجيبوه من الاسم. اتهدي اهبطي وسلم على اوعي من وشي. لما جبلني سلم على ربنا يهدك يا مفكوكه. لما جبلني سلم على يا اختي والنبي قمر والنبي انت احلى مني. هتقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الاحبه موصول يا شاويش محمد. طمني ابنك اتعين في الداخليه ولا لسه؟ البركه في دعوات الحاجه. دعوات الحاجه برضو؟ وانت يا كبرنا حلوين. الله حلوين 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 اي حاجه يحتاجها تجيلي نعناية الجوز. بقولك ايه يا كبرنا، الفلوس دي كانت متشالالك في الامانات وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وما بيسلموك الحاجة. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسأل في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليك ورجال زي ما انتو زي ما انتو زي ما انتو. الفلوس دي يا شويش محمد للرجالة هنا، لكل الرجالة، واي حاجة يحتاجوها اي حاجة رقبتي سدادة اصل يا كبير، وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندينا. حلوين حلوين حلوين. دي حركة حركة حلوة 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 حلوة. خد يا مغاوري. العفو يا باشا. خد يا تسلم يا باشا. اللي أقول لي يا مغاوري هو أمورنا باشا. إيه حكاية الحباية اللي أنا لقيتها في جيبك امبارح؟ حبيت يا باشا بجد. انا مش عاوز اذيك، انا عاوز اذيك بجد. كنت طلعت الحبايه دي من جيبك في وسط الاسم امبارح وركت عليك الاسوار من الاسوار، لكن انا حبيتها بنزاهه.
صح يا باشا، انا هقول لسعادتك. بص يا باشا، انا الاسبوع اللي فات ده كله ما نمتش فيه غير ساعتين، وبعدين سعادتك عارف بقى هم البيت ودوشه العيال، وبعدين الواحد لو غفل نص ساعه يروح في 60 ده يا باشا، ما سعادتك فاهم. فنص حبايه من ديت بتخلي الواحد يبقى مركز كده يعني يا باشا. حتى الحكومة بتضرب، محدش من الهم خالة يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه عفريت؟ هي كلمة ملهاش اخت. شيلي كرامة من نفوخي ولملادتك جوه حنكك، وضفري لسانك بعقده وشنيطه. انت مرات اخوي وهي مرات ابني، وعايشين مع بعض تحت سقف واحد في بيت ملوش غير ست واحده بس، انا ضاويه ابو سنه. خش يا كرامه، حبي على راسها يا شوق. لم نفسك كده وانت واقفه تصرصري، هتغرقي البيت. افتحي الباب. متأخذنيش يا خال، للضرورة أحكام. ده اسمه كلام برضه يا بدران؟ إيه اللي أخرك كده؟ ده أنا قلت حاجة ليك هنا. أصلا أنا كنت بأدي واجب إنساني لابد منه. إنساني؟ إنساني وقطع عنواني. ده يوم تتأخر فيه برضك، ده إحنا مستنيين اليوم ده فارغ الصبر. ما تقلقش يا خال، ما تقلقش. ما قلقش، ده إيه؟ الضابط اللي جوه بيقول إنه هيخرج من هنا. ضابط إيه بس؟ اتقل. دفعة. أهلا يا متر، تحت أمرك. راح فين ابن المكسوعة ده؟ أكيد بيقلب عيشه يا خال. عايزك تعرف لي خط سير المعلم خميس افندينا، وتعرف لي كمان ايه اخبار كشف المدرية. خميس افندينا مين؟ افندينا اكبر تاجر مخدرات اللي حبسوه ظلم يا ولده. هما مش هيخرجوه من هنا برضك؟ لا، ما هو لازم ياخدوه الاول على المدرية عشان يكشفوا عليه، يعني يشوفوا عليه احكام تانية ولا لا. كبر كله كلام فاضي. وعلى ايه ده كله؟ مش كفايه 7 سنين ظلم وافتراء؟ خلاص يا خال، الناس ما بقاش في قلبها رحمه. لا مؤاخذة يا خال، ثانية واحدة. فين ابن الملسوعة ده تاني؟ أكيد برضه بيقلب عيشه يا خال. ما تعزم على حصول بسجاير ولا حاجة. عينيا حاضر. أيوه سامي. أيوه معاك. سيجارة؟ ما بشربش في الخدمة. يعني ال20 جنيه هم اللي في الخدمة؟ خدونا على السرية، الحقنا يا أستاذ. طب اسمعي، مسي على الصلب شير بالشريط من اللي معاك، ورش رشة حلوة على اللي حواليكي برضه. هي كام ساعة بس أخلص المصلحة اللي أنا فيها دي، وبعدها أجي لكم جري عشان أخرجكم. يا البلد سايبة، بلد فيها قانون. واجب إنساني برضك؟ لابد منه. هات يا جمايل يا رب. يا ست كرامة، معقولة كل الخط ده ومش سامعة؟ يا بنتي وحشك. بتحبيه قوي قوي بالشكل ده؟ ان شاء الله هيرجع بيته ويدفى فرشته ويغسل عينيه بطلتك الحلوه من تراب السجن. قول يا رب. مش انا قلت لك الست ضاويه هتاخد لك حقك تالت ومتلت؟ ما انت عارفاها بتشيب العيل في بطن امه، وبعدين هي اصلا مستحلفه لتلف لسانها حوالين رقبتها
وتحزمها بيه وترقصها في نار جهنم إن شاء الله عشان يحرم يلدغ زي العقرب كده في البشر. عتب على عتب سبارس سبارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ يا رب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضو يتربوا بعيد عنك، دي خلقه تربي نشأة. وعلى فين العزم ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي عكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. طب خد امسك خلي دي معاك. لا خيرك سبع سنين معلمين. ياد رزق ياد مكتوب لك ياد، خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنايه يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطاشه يا سيدي المعلمين، والناس بقت معشقه في بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك انا هطيب لك مزاجك. لا لا ايه ده عدوي واخناتون، مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد ياد. الله، اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟ مزاج الخير طبعا، وفي غيره مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب وسيد المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك، وادي سلسلتك، وادي خواتمك، وادي يا سيدي مفاتيحك، وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ رمانة. مراتك؟ مراتي ايه؟ في حد بيشيل صورة مراته برضه يا جويش؟ على قولك، ده ايه مفال عفش؟ بقول لك ايه؟ أنا اديني فلوس لسوش محمد، وكده يبقى أمان يا فندينا. وصلت وصلت. شكريم ما بتنساش حد قبل يا فندينا. ده رزق ويروح لاصحابه، هي دي الاسمة. بالحضن بالحضن يا اجدع رجال. هتوحشونا رجاله، يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت سال يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده موجود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهولة. الدنيا مليانة بلاوي، والبلاوي مفيش أكتر منه، زي الرز. بس السوس بياكل فيه، إنما ده رز أبيض متساوي على البخار، يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. ده أنت معجب بيه قوي. أفندينا لو قريت ملفه أكتر من 100 مرة، مش هتعرف تخرج منه بجملة واحدة مفيدة. واحد كان بينه وبين حبل المشنقة مفيش، وفجأة وبقدرة قادر ينزل الحكم 7 سنين. شطار المحام وحظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجه وتيجي وراه لغايه هنا. في ريحه خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان نوح ما اتهموش، يعني في تربايت. ده غير ان نوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي، ودي فرصه يا فندم نلم الغله ونخلص من كل الوغش ده مره واحده. تمام يا فندم، خميس خلص الإجراءات وخرج.